موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ولا تتبعوا السوء ولا تتبعوا هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. وقولوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، قال ابن جرير معناه هذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لينقطع عذرهم، كما قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقوله على طائفتين من قبلنا، قال علي بن أبي طلحة لابن عباس هم اليهود والنصارى، وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد. وقوله وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيه. وقوله أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا لو أن أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوا، كقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وهكذا قالها هنا فقد جاءكم بينة من ربكم ورحمة، يقول فقد جاءكم من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله بعباده للذين يتبعونه ويقتفون ما فيه.
فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لم ينتفع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اتبع ما أرسل به. ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات الله، أي صرف الناس وصدهم عن ذلك. قاله السدي. عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وصدف عنها أعرض عنها. هذا الذي رجحه ابن جرير، أن صدف عنها بمعنى أعرض عنها. أما القول الأول الذي ذكره ابن كثير بمعنى أنه صد الناس. قال: وقول السدي هنا فيه قوة، لأنه قال: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. هذا يقول أن التكذيب ده كان هو حاله، صدف عنها دعوته الناس لما للتكذيب، دعوته الناس للتكذيب. فالإعراض هو متضمن في معنى التكذيب، ده كلام ابن كثير. إن كان التكذيب يزيد عليه الإعراض والإباء والاستكبار أن يؤمنوا به. يقول: وقول السدي هنا فيه قوة، كما تقدم في أول السورة: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لأنهم كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، فلهم عذاب مضاعف، عذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم، ثم عذاب من أضلوهم. وقال في هذه الآية الكريمة: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لا آمن بها ولا عمل بها. هذا الذي ذكرناه من الإعراض في إباء واستكبار وترك العمل. يقول: كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى. في جانب اعتقادي علمي وجانب إرادي عملي. كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه. يقول: ولكن المعنى الأول أقوى وأظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقصد أن صدف بمعنى صرف، صرف الناس، دعاهم إلى الكفر والتكذيب. قال ابن جرير في قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، قال أبو جعفر يقول جل ثناؤه: فمن أخطأ فعلا وأشد عدوانا منكم أيها المشركون المكذبون بحجج الله وأدلته وهي آياته وصدف عنها،
يقول وأعرض عنها بعدما أتته فلم يؤمن بها ولم يصدق بحقيقتها. قال عن ابن عباس وصدف عنها قال أعرض عنها، عن مجاهد قال يعرضون عنها والصدف الإعراض، عن قتادة صدف عنها أعرض عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون بما أي يعرضون. قال السدي وصدف عنها فصد عنها، يعني حتى صد تحتمل نفس المعنى الأول وهو الإعراض، يعني صد نفسه، وتحتمل ما ذكره ابن كثير من أنه صد غيره عن ذلك. وقوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال ابن جرير يقول تعالى يقول جل ثناؤه هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم، أو أن يأتيهم ربك يا محمد، يا كاتب بين خلقي، هي ليفصل، يعني أنا عارف أنها مكتوبة كده، لكن يعني أن ليس أن الله يأتي بين خلقي وإنما يأتي ليفصل بين خلقي في موقف القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، يقول أو أن يأتيهم بعض آيات ربك، وذلك فيما قال أهل التأويل طلوع الشمس من مغربها. يبقى أن تأتيهم الملائكة بالموت أو يأتي ربك القيامة أو يأتي بعض آيات ربك أشراط الساعة التي إذا وقعت لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وذلك طلوع الشمس من مغربها والدابة أيتهما كانت فالأخرى على إثرها. قال عن مجاهد إلا أن تأتيهم الملائكة يقول عند الموت حين تتوفاهم أو يأتي ربك قال ذلك يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغربها. عن قتادة إلا أن تأتيهم الملائكة قال بالموت، أو يأتي ربك يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك قال آية موجبة طلوع الشمس من مغربها، توجب العذاب على من لم يكن آمن أو كسب في إيمانه خيرا لن يزيد. قال طلوع الشمس من مغربها أو ما شاء الله. عن قتادة قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يقول بالموت، أو يأتي ربك وذلك يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك. لدين السلف أمر هذه الآيات من آيات الصفات على وجهها، لم يقولوا أن إتيان الرب يعني إتيان بعض خلقه، لم يقولوا أن الرب لا ينتقل من مكان إلى مكان ولا يتحيز ولا
كل الشبهات التي قالها المتكلمون يوم يأتي. قال أو يأتي أو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، كلهم يقولون يوم القيامة ويمرونها كما جاءت. عن السدي قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة عند الموت أو يأتي بعض آيات ربك، قال طلوع الشمس من مغربها. عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، قال يصبحون والشمس والقمر من هنا من قبل المغرب كالبعيرين القرينين. زاد ابن حميد في حديثه فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال يقول كالبعيرين المقترنين بدل القرينين، يعني الشمس والقمر يجتمعان من جهة المغرب طلوعا. عن ابن جريج قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة تقبض الأنفس بالموت أو يأتي ربك يوم القيامة أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال يقول تعالى ذكره يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع من كان قبل ذلك مشركا بالله أن يؤمن بعد مجيء تلك الآية. وقيل إن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه أن الكافر لا ينفعه إيمانه عند مجيئها طلوع الشمس من مغربها. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها إلى آخر الآية. قال طلوع الشمس من مغربها. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال فإذا رآها الناس آمن من عليها، من على الأرض، من على وجه الأرض، فتلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.